مين أبدي ندور شو سيد سجن 50 عائلة قطاع 5 التانكي المعسكر ها خاطر المدارس خاطر يكون عندكم علم وتنشاف الرشاد رقم 3 خارج السياج جامعة الصدرين عندي مقترح يعني هسه جانا مقترح هيك ببالي من خلال صفحاتنا انا وياك ولا من خلال البرامج ومن خلال هاي الاشياء سجن النساء ندعو الناس تتبرع ونلم ونوزع كل فتره اي والله سجن النساء مو؟ نعم سجن النساء ايه. حي البتول 70 عائله هسه هاي 31 سله هاي هالمره النادي وزعهن وكل خير وبركه الدسيم 50 الله ان شاء الله ربي يوفقك ويجعله في ميزان حسنك رحم الله والديك الرشاد ذولي شفناهم ذني شفناهم كلك خير وبركة البحث العلمي ها ليش من حاجيك على العوائل انا ما ابقى على مكان واحد لا اروح للدسيم اروح الحي طارق اروح للولدايه اروح لحسينة المعامل شكو ناس تعال تمدز لنا رقم ال شكو ناس تناشدني على المعونه انا اروح لها زين انا اروح شيل العماتك تعطيك الوزعين لا مو ذني مو ذني مو ذني والله مو ذن اكو علم بالاخوه الله يخليك انا ما خليك هسه ذني اعتمد عليك عمود الوجبات الجايه اعطيك اياهن لا تجي حتى تصويره صوره ادز لكم ما اريد تصويره ما شكك فيك حبيبي يلا يلا انا بدخل البارحه راح اخذ الكوادر اسلم لهم مواد غذائيه جماعه عنوان 25 هنا يمي راح نفس الشيء زين اني يلا شلونك؟ شو اخبارك؟ رمضان كريم هاي وين ودي لك اياها؟ ها؟ هذاك هناك انا ما ودي لك اياها وركض وين؟ وين؟ هذا اعزائي المشاهدين راح تشوفون هالحلقه بس للريده من عندكم العده شويه ها قلبه رجف خلي يسوي هالمبادره ترى كل سهله